الجزائر رشيد بودوية هكا بو يديوة يا بو يديوة، ايش عملت في العالم العربي وفي العالم الكل؟ شكرا لك على قبول الدعوة في أول لقاء إعلامي، يظل ما خرجش حتى وسيلة إعلام وحتى الجزائر مازال ما طلعتش. مازال ما طلعتش حاليا، أول ظهور لنا في أسئلة واستفسارات كبيرة لازم نشرحوها. إيه والله كل مرة نشرح البعض حتى تنتهي. تو ليش اخترت هالعملة هذه الساعة؟ مبروك الزواج أول حاجة، حضر له اغنيه مبروك من بعد جهينا. ما مبروك عليك خويا العرس، في كل الحالات مباركوا لك، ولكن كيفاش جاي لبالك تاخذ زوز نساء؟ تو فما شكون ياخذ زوز نساء، ما ياخذ الاولى بعد مده ياخذ ثانيه، يطلق الاولى ياخذ ثانيه. سيادتك في ليله واحده حطيت واحده على اليمين واحده على اليسار. يعني الانسان يعني كما قلنا يعني الانسان والرجل يعني يحب التعدد، هذه من فطره الانسان. دونك من الاحسن يعني تجي تخمم لها وتحسب لها تلقى يعني كيبداو مع بعض خير، يعني يكون تزوج الاولى ومن بعد تطلق الثانيه، ولا ما توصلش تكون متهني مع الاولى وتجيب الثانيه. يكون في اشكال، يعني العادات يعني تقول باللي اك فرطتي في الزوجه الاولى، اك انت عدلت حتى في ليله يعني العرس، معناتها حبيت تكون عادل في ليله الحرس كلهم مع بعضهم ليله واحده. مش ما يطرحت فيها مشكل. وكيف يقولوها ثم الانسان درك الرجل في رحله البحث على زوجه صالحه راح يتعرف اناس، راح يتعرف بعائلات. يعني احنا بعد التصفيات يعني اللي صرات يعني هذو الزوج يعني ما شاء الله عائلات، ما شاء الله يعني ناس محترمين قاريين مثقفين ناس ناضجين، يعني ثم كي يعود عندك ما يكونش ما تقدرش تخير بين وحده فيهم، يعني اضطريت اني نصارحهم في زوج، والحمد لله يعني هما ناضجين يعني تقبلوا الفكره يعني والحمد لله. معناتها النساء يعني الزوج قبلوا بالفكره انه يكون عرس واحد، وترهنوا زوج انهم قبلوا انه كل واحده تكون مرتك في فرد ليله. نعم. هو سؤال شخصي شويه، ما مع شكون روحت من بعد؟ على الاثنين يعني الانسان يعني نوع كاين هذوك الناس يعني اهم فكره تدور في بالهم يعني على الليله ولا على العلاقه يعني الانسان عنده العمر الكل، هذه واحده وهما الله يبارك ما شاء الله يعني كل خاوه يعني متفاهمين، ما كانش يعني اشكال. فرضا باغ اكزومبل كمثال كي نركبوا في السياره يعني عادي واحد نص ساعه تقعد هي الاولى الاخرى في الخلف، يعني ما عندهمش هذاك التفكير يعني حتى التو مازال ما عندكش حتى التو، يعني ما عندهمش الافكار هذه تافهه يعني حتى التو مازال ما عندكش اشكاليه شكون تقعد من قدام وشكون من تالي، شكون اللي مفضله اكثر غدوه بعد يعني الحمد لله هما كالاخوه يعني لدرجه يعني هما اللي يفضلوا بعد، هي تقول لها قعدي انت والاخرى تقول لها قعدي انت، يعني الحمد لله قاشي توانسه مش حتى نوصلوا للعبه تاع شقشق. بدون ما نديروا شقشق يعني هما متفاهمين يعني الحمد لله. هذا اول عرس لك انت، معناتها ما عرسش قبل؟ اول عرس معناتها قعدت وقمت عرس، معناتها من قبل في مخك انك باش تعرس بزوز، ولا كيفاش جات لبالك الفكره؟ خاطر في العاده واحد كيف باش يعرس بوحده، معناتها عنده الحق الراي العام في الـ في الـ في الفيسبوك تقلبت الدنيا. معناتها كيفاش شاب جزائري قداش عمرك سامحني يا رشيد؟ 35 سنه. 35 وقمت عرست بزوز، كيفاش جاي لبالك؟ من قبل مخمم هكاك؟ كيفاش عرفتهم؟ كيفاش عرفوا بعضهم؟ كيفاش حكيت لهم الحكايه؟ ما هي سهله معناتها في البدايه، هي في البدايه كاي انسان قلنا يبحث على زوجه واحده. كان في مخك تلوج على امراه؟ كان في مخك زوجه واحده، نعم. لكن في رحله البحث وانت تبحث راك تسقسي راك تتعارف هكذا، تسقسي الاهل هل تجي لكن كاينه زوجه صالحه كاش متعارفي اون فامي مليحه يدرسوا معاك، انت تروح تدرس تشوف بالك كاين انسانه تستاهل انها تكون زوجه. في الرحله تاع البحث صادفت مع الاثنين هادو هما يعني المخيرين اللي قدرت يعني شفت يعني ما شاء الله في الفهم. معناتها في رحله البحث لقيت زوز ما نجمتش تختار واحده على واحده، قلت هادو الزوز. اكزاكتومون ما قدرتش يعني نفصل كيما انت درك تصرا حاجه كتصفيات ويوصلوا الله فينا ما قدرتش اعطيك كاس الوحده. عملت ستار اكاديمي ما في الاخر لقيت زوج معناتها. كيفاش عرفتهم ببعضهم؟ كيف كان الله فينا يعني تحتم تاع الانسان انه يكون صريح، يعني الرجل لازم
اي رجل يحب التعدد هذه، والحمد لله الشرع والقانون محلل لنا في الجزائر عندكم الحق في التعدد انه يعدد الانسان. ثم كيفاش صارحت هذيك انت كرجل؟ يعني كاين رجل يصارح ويواجه ويحاول يقنع، وكاين رجل يخليها في قلبه ويروح ينساق نحو امور ربما حرام ولا امور ربما غلطه. اي واحده في السر واحده في العلن وكذا. اكزاكتومون. كيفاش قلت لهم؟ قصر لي يا رشيد. كيفاش قلت لهم؟ كيفاش قلت كل واحده راني باش ناخذكم زوز؟ سيما ونعطيو الوصفه السحريه للرجال. اولا حكمت كل واحده وصارحتها بالامر، يعني صارحتها بالامر وفي الاول يعني بضحكه. صراحه بضحكه جبت الفزكه. لازم تقيس اتونسيون، هاك لازم تقيس اتونسيون، يعني تشوف يعني تشوف كيف يقولوا رده الفعل. بضحكه يعني انت على الاول تهضرها بهزار، من بعد شفنا يعني الحق قيتهم ناضجين، يعني قيتهم باللي ما عندهمش يعني مشكل في كما يقولوها في الفكره هذه. ومن بعد جمعتهم الاثنين وهضرت لهم، قلت لهم فوالا هاي الفكره تاعي، قلت لهم هذه حاجه حللها لي ربي سبحانه. الحمد لله انا راني عادل وان شاء الله نكون عادل اكثر من هيك، ان شاء الله ربي يقدرني اني نكون عادل بالامكانيات يعني بسيطه، يعني راني انسان بسيط، يعني الحمد لله كما يقولوها مانيش كما يظنوا الناس على الفيسبوك قاعده تظن باللي راني غني وباللي عندي ممتلكات وعقارات، يعني العكس، يعني اصلا العرس البسيط هذا درته على خاطرش كنت في ضغوطات وتحتمت عليا نزرب نروح نكري دار ونرممها شويه ونديرها شويه صبغه شويه، كنت ندير عرس بسيط على قد الحال، درت حلويات بسيطه. معناتها اللي نفهموا منك كاري دار وحده للزوز نسيت توا يسكنوا مع بعضهم فرد دار؟ وي سكنوا مع بعض فرد دار، وي متفاهمين يعني الحمد لله. عايشين فرد دار مش كل وحده ودارها. فرد دار. ايه فما نساء حتى مع ام الراجل تقول لك ما نحبش، نحب داري وحدي، كيفاش قبلوا هذوما فرد دار؟ هذه انت مزهر برشا ولا انت سحار واحد منهم؟ قلت لهم هاي الفكره ها واش كاين الحق مع الوقت، يعني هما تالمو ناضجين ويفهموا رزان الحق، عادوا اصدقاء يعني لقيتهم مره اثنين ثلاثه، من بعد ما تكلمت مع العائله تاعهم عادوا كما يقولوها قربتهم عندي للشغل نتاعي، عندنا هكا ننشطوا مع بعض يعني زادوا اصبحوا اصدقاء كما يقولوها، زادوا حبوا بعض يعني. وعائلات البنات بوها وامها معناتها المراه الاولى والثانيه كانوا قابلين الفكره ولا كانوا متردين نسبيا ولا كيفاش معناتها؟ نكونوا صراحة هذه في العائلات سواء العربيه سواء خاصه احنا العائلات الجزائريه يعني في الاول يعني واحد ما راح يتقبل فكره كيما هيك. صحيح صراحه فكره غريبه يعني نكونوا صراحة، يعني واحد ما يتقبلها، علاش؟ من باب الخوف انهم يخافوا، يقول لك بنتي بالك ما تكونش مهنيه، يقول لك احنا عندنا هذه الزوجه الثانيه يقولوا لها الدره جايه من الضرار. احنا العكس، احنا يعني تلمو اخوه يعني ما يحبوش، لا بغى يسميوا بعض الدره، يقول لك احنا ماناش ضره البعض، يعني ما راحينش نضروا بعض، العكس احنا رانا اخوه. ثم يعني المفهوم الخاطئ يعني تاع المجتمع تاع انه الراجل كي يدي زوج نساء يكون دائما بيناتهم مشاكل، هذه فكره غلطه يعني الحق، يعني نحمد ربي اني كنت سبه باش نصحح الافكار الغلطه هذه، ربما حيت السنه تاع التعدد اومونطون نصلحوا الافكار انه تاع كل زوج نساء يديو راجل ولا راجل يدي زوج نساء ولا ربع نساء راح يكون فيه مشاكل، ما يكونش فيه مشاكل كي يكونوا نساء ناضجين وعلى قدر من التربيه والزوج واقف بالنصح وبالعدل من المستحيلات السبع يصراو مشاكل. يعني نتقابلوا بعد عام ولا عامين نشوفوا شنو الدنيا الساعة، ما دايما نحكموش عليها توا رشيد، وربما نكونوا في أربعة مش اثنين. ما زلت ناوي شو ان شاء الله، لما لا ربي يوفقنا ان شاء الله، ربي يرزقنا، يعني هذا الحلال ربي يبارك فيه. ما زلت ناوي على زوز اخرين، واسمعوا زوز الاخرين فرد ليله زاد بالله. كيفاش لقيت رده فعل الفيسبوك معناتها؟ كنت متوقع الضجه الكبيره اللي عملها العرس نتاعك؟ والله يعني الله اعلى واعلم انه انا ما كنتش درتش العرس نتاعي باش اقيم ضجه، يعني صراحه قلت لك والله على درت عرس على حسب الامكانيات نتاعي، يعني كون درت عرس كما العادات والتقاليد الجزائريه كان راح يكلفني اموال طائله، وانا ما نكذبش عليك قلت لك انسان بسيط متواضع، المنزل كريتو يعني مصاريف قليله، قلت ندير حفله صغيره يعني على قد الحال كما يقولوا احنا بقدي بشي جاتو هكذا، عرضت اصدقائي والزوجات نتاعهم ما يتجاوزوش العشر اشخاص، لكن بالصدفة صادف انه من بين الحضور صحفية من العائلة تعمل في جريدة يعني
مشكورة الأخت منيرة علي ومنيرة كانت حاضرة يعني بالصدفة راح تبارطاجات فوتو أنا ما كنتش يعني على علم يعني على دراية هي بارطاجتها مع العائلة في الصفحة تاعها يعني ما كنتش نسمع الضجة الكبيرة هذه يعني ما كنتش نبحث على الشهرة يعني ومي والناس هذو تاع الفيسبوك وش نقول لهم نقول لهم يعني أما نتصور ربي يبارك فيكم إلى جانب الضجة رشيد حضر في كلام غير لائق يعني نقول لهم يعني ربي يهديهم يعني وصلنا لزمان وين عاد الحلال هو اللي عاد غريب